السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا كتير من الناس بيسألوا عن القنوات الناقلة لمباريات المنتخب المصري على النايل سات، وطبعا ما كانش في أي قنوات على النايل سات بتنقل مباريات المنتخب المصري، وكنا بنضطر نشاهد المباريات إما على فيدات يوتيلسات 3 أو قمر آموس أو قمر اليوتيلسات 16 وأحيانا القمر البلغاري، وكان بالنسبة للأقمار المجانية كان عندنا اليهسات والإيراني وقمر الهولندي 57 شرق، وكمان كان عندنا قناة موجودة على قمر 31 غرب. طيب النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض القناة اللي بإذن الله مؤكد 90% هتنقل مباريات منتخب مصر اللي جاية إن شاء الله، وهتكون على النايل سات. لكن في الأول يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتخليك معانا. طبعا كل الناس بتتمنى ان يكون مصر ليها قناة فضائية بتنقل على الاقل مباريات المنتخب المصري زي القناة الجزائرية الارضية اللي بتنقل مباريات منتخب الجزائر، لكن لحد دلوقتي او بمعنى اصح مفيش اي حد عنده اجابة ان ليه مصر ما بتعملش قناة ارضية فضائية زي قناة الجزائرية الارضية. لكن النهاردة ان شاء الله هيكون عندنا خبر باذن الله مؤكد بنسبة 90% ان مباراة منتخب مصر اللي هتكون مع كوت ديفوار ان شاء الله هتكون منقولة على الامر نايل سات. طيب ايه السبب اللي هتكون منقولة على النايل سات؟ طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان منتخب الجزائر ودع البطولة خلاص، وطبعا بنقول لكل الجزائريين هارد لك، وطبعا مفيش اي حد جزائري المفروض يزعل لان اللعيبه عليها ضغط معنوي او ضغط نفسي بالنسبه للتنظيم وبالنسبه للانتقالات وبالنسبه لاراضي الملاعب. لكن النهارده طبعا الميزه الوحيده في خروج منتخب الجزائر، وطبعا ما بقولش ميزه ان هم خرجوا، لا، الميزه ان هم معاهم 10 قنوات من حقهم يبثوها في بطولة افريقيا. يعني قناة الجزائرية الارضية عاملة اتفاق مع قنوات بي ان سبورت انها لها الحق انها تنقل 10 مباريات، وطبعا في دور الستاشر ده لها حق انها تنقل مباراتين، وطبعا هي لها الاختيار انها تنقل مباريات. يعني البي ان سبورت ما بتفرضش المباراة اللي هتتذاع على القناة، لا، القناة نفسها هي اللي بتختار المباراتين اللي هينزعوا. وبالتالي احنا بنأكد ان شاء الله، هو لسه القناة معلنتش، لكن بنأكد ان شاء الله ان مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بإذن الله هتكون على قناة الجزائرية الارضية. وطبعا قبل كده كنا عملنا فيديو لطريقة تنزيل قناة الجزائرية الارضية وطريقة اضافة شفرتها، وطبعا القناة موجودة على امر النايل سات وموجودة على تردد 11680 افقي معدل الترميز 27500. اما بالنسبه لشفره القناه فهي 11 4 اصفار 11 8 اصفار، وطبعا القناه دي بتشتغل على جميع الريسيفرات الاتش دي، وبتشتغل طبعا بدون الانترنت. كل اللي انت بتعمله انك هتشاهد الفيديو اللي انا هسيبه لك في خانه الوصف واللي هيظهر عندك دلوقتي في خانه الاي فوق، اللي هو ازاي بتنزل القناه وازاي بتضيف الشفره. لكن طبعا عشان الناس ما تقوليش ان القناه اعلنت، القناه لسه ما اعلنتش لحد دلوقتي، لكن انا بقول لكم نسبه 90% او يمكن 95% ان القناه هتنقل مباريات منتخب مصر، واول ما القناه تعلن رسميا ان شاء الله هعمل لكم فيديو عشان الناس كلها تتاكد. لحد دلوقتي هنشاهد مباراه مصر على القمر الاموس او البلغاري او اليوتيل 16 او يوتيلسات 9 او الايراني او الهولندي 57 شرق او يوتيلسات 16. لكن طبعا بالنسبه للقناه الجزائر الارضيه 90% او 95% هتنقل مباراه مصر وكوت ديفوار، واول زي ما قلت لحضراتكم اول ما القناه تعلن ان شاء الله هعمل لكم فيديو عشان الناس كلها تكون متاكده. اتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.